موجود اليوم؟ والله هو اولا وقال تجارب سابقه في احنا الايرادات معروفه يعني في القانون الماليه هو ايرادات عاديه الجبايه العاديه والجبايه البتروليه. نعم. ودائما نجد ان الجبايه البتروليه يعني تساهم بنسبه كبيره مقارنه مع الجبايه العاديه. الان الوضع اللي انا فيه الانكماش تاع مداخيل الجبايه البتروليه يعني جعل اننا نلجا الى اعاده النظر في الجبايه العاديه اللي ممكن نرفع الاسهام تاعها. ثانيا نقول باللي احنا للاسف يعني من ضروري اننا يعني ننتقد انفسنا. قضيه التوقع والاستشراف متاخرين فيها. ان على مستوى الوزارات لاننا حتى على القانون الماليه كيف يتم اعداده مع مختلف قطاعات الوزاريه، ما هي التوقعات تاعكم، ما هي كذا الى اخره. ولكن هذه التوقعات في غالب الاحيان ما تكونش واقعيه، وانما تخضع وما تخضعش لدراسات ولتشخيص الواقع وللاستشراف تاع الافق تاع المستقبل، وانما تخضع احيانا ل يعني ظروف غير موضوعية. ولذلك نجد بعض الوزارات مثلا في نهاية السنة نجد لا تتجاوز 50 أو أقل من 50 في صرف الاعتمادات المرصودة، ومن بعد في نهاية العام نجد تحويل من فصل إلى فصل، ومن هذا مبين. أعترف لك بالجميل اتجاه اتحاد الرياضي البسكري واتجاه المنافسين المكرم الموالي رجل عمل بسنة طويلة وتحمل مسؤوليات كثيرة في الاتحاد. عبد الوهاب تفضل أمام السلطات المحلية لاستلام التكريم. هذا هو هوبا الذي يستحق منكم تصفيقة حارة. إذا عبد الوهاب هويدي كان رزين دائما كعادته اتحاد بسكرة بدوره يتلقى عبد الوهاب إلى المنصة الشرفية لاستلام التكريم. إذا في عبد الوهاب رئيس سابق لفريق اتحاد بسكرة يتلقى الآخر التكريم. كل الذين ساهموا يساهمون في صنع أفراح لبساكرة على كل، من بينهم السيد عبد الوهاب هويدي. ولا يخضع للمنافسة. نعم أصبح القانون المالي العادي. نعم وأصبح القانون المالي العادي يجي في يعني ما في حاجة جدا بسيطة. وتحول الاقتصاد الجزائري إلى تذكارية. المسير الموالي في اتحاد بسكرة، لست أدري إن كان موجود في القاعة، شماخي موجود. giustamente detto tu Flavio, grazie. Zweimal hier bis 18 Uhr und ab ca. 18:30 Uhr noch.